السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في حلقة النار أو حلقة الحرب أو حلقة الغضب أو حلقة ردة الفعل على إعلان الحرب ضدي من قبل هذه العجيز. طبعا هذه العجيز اللي تشوفونها نشبت لي هنا يا جماعة، ما قدرت أخلص مشنات القصة ولا أسوي أي شيء، وجت منها أعلنت علي الحرب طبعا في الحلقة الأخيرة مثل ما شفتوا، وحاليا قوتها 3 أضعاف قوتي، فلذلك طمعت انها تاخذ الجزر حقي. اول شيء سويته اني رصيت 4 مدافع قدام كل جزيرة بحيث انها ما تاخذ ولا جزيرة ان شاء الله. الشيء اللي في راسي اني ما وقف بناء السفن في العالم القديم، وعلى طول اول ما تطلع السفينة ارسلها للعالم الجديد واحاول احتلها. يعني مثل ما يقولون خير وسيلة الدفاع هي الهجوم، انا بحاول احتلها في العالم الجديد لانها ضعيفة في العالم الجديد، ما عندها الا 2 أو 3. اما العالم القديم صراحة هي متعديتني بمراحل وسفنها كلها الحربية هناك وما راح اقدر اسوي شيء، فبحاول اني اشغلها هناك في العالم الجديد واحتل سفنها. بخصوص العالم الجديد، اللي جديد او ما شاف السلسلة، العالم الجديد هذه اللعبة مصممة العالم الجديد بس عشان تصعب عليك، يعني مخليه عالم ثاني لازم انك تروح له ترسل السفن، تاخذ السفينة تقريبا 5 دقائق لما ترسلها، فتروح العالم الجديد لانك بحاجته. يوم توصل فارمرز بعدين انجينير بعدين ارتست، من الارتست وفوق ارتست وانجينير يحتاجون الاكل حقهم او الملابس وهذه الامور من العالم الجديد، فلذلك انت عشان تحصل فلوس وتقدر تخليهم يخدمونك لازم تروح تجيب احتياجاتهم، فلذلك يعني نوع من تصعيب اللعبة انك لازم تروح لعالم جديد وترسل ارساليات دائما. فلذلك لو حشرتها في العالم الجديد، هذه الفكرة، لو حشرتها في العالم الجديد راح اقدر اضعفها اقتصاديا، وبنفس الوقت فلوسها راح تنهار وتضطر انها تبيع من السفن الحربية اللي معها. مثل ما شفتوا قوتها 260 او اكثر، يعني 3 أضعاف قوتي. هذه الخطة عاد اذا ما هجمت علي، إذا هجمت علي خلاص أقول لكم السلام عليكم وأنهي الحلقة، بس إن شاء الله نقول تمشي الأمور مثل ما نخطط. وطبعا لازم أخذ هدنة مع القرصان اللي موجود عشان لا يشغلني بسفنه، سفنه دائما تدمج وحوش كذا بصغيرة، بس ما تقدر تدمر سفنك بس تيجي تدمجك كذا نفس ما يقولون داعبك. أما الشخص الثاني الأزرق هذا الخال اللي تشوفونه ما وافق على طلب الحلف بيني وبينه، فلذلك يعني جالس كذا متكي نلعب انا وياه كذا على النهائي. هذا اذا انتصرت على جيز. اما بالنسبه للشخص الثالث هذا مسكين والله في حاله، الشعب سبقوه واحتلوا الجزر كلها وهو جالس مسكين، كل ما شاف الجزيره فاضيه يجي يسالني يقول لي ممكن احتل هذه الجزيره لاني اعتبر حليف له، وبيني وبينه تجارة. سامحوني إذا طولت بالمقدمة، ولكن أنا عارف أن المقطع هذا ما راح أتكلم فيه، راح يكون كله شغل وتركيز وحرب ومحاولة احتلال وهجوم وسب ولعن، فلذلك راح تكون في قصة كثير، وإن شاء الله أنكم تستمتعون، وبإذن الله راح نفوز بالحرب في العالم الجديد ومن ثم إلى العالم القديم. طبعا إذا ما قدرت أفوز في العالم الجديد سلم لي على السلسلة. وبسم الله هم بدأوا الحرب وحنا ننهيها. طبعا لازم ناخذ مع هذا هدنة لمدة 2 ساعة أو بيس 8000. يا رجال شيل 8000 بس خلنا نتصفل هذه. شوف جيشها ضعف جيشي مثل ما تشوفون بالأرقام، ولكن بنحاول قدر الإمكان إنه نجمع سفننا بنفس المكان، بس حاط لي مدفعين هنا، حط الثالث يا طول العمر. السفن اللي من العالم القديم ارسلها كلها الى العالم الجديد بالحرب لانها كلها هناك، والسفن العجيز كلها هناك. 2 ship of the line، 3 ship of the line، 1 frigate، وبرضه يا طويلين الاعمار خلنا نشتري لنا واحده هنا بما ان عندنا فلوس. هذا ايش كلامه كثير؟ اوه هنا مكتوب فريقيت، اوكي نحتاج هالفريقيت. العالم الجديد هذه فريقيت هنا ما ادري ايش تسوي. ارجعي هنا دقيقة خلنا نرتب السفن. رقم 1 اللي هو عندي 2 ship of the line اللي هو اقوى شيء، ورقم 2 عندي 4 سفن فريقيت، واحدة ارسلتها مع هذه تشملهم رقم 2. نحاول مركزهم هنا عند الدفاع عند مدينتنا الرئيسية. هذا مين؟ كليبر. من اللي يهجم عليه؟ لا
وين الرياح؟ الرياح المشكلة ضدي. بنرسل سفنة كلها هنا على أمل أنها تنقذها، لأنها محملة ب 40. ناخذ اتجاه الرياح. حلو، طلعنا من المدى حقها. هذه مداها بعيد المشكلة. لا تهرب. هربتها. حلو، مسحنا واحدة من السفن حقها. طبعا لازم نبني، مهم جدا ان نبني الريبير هذا. حلو، رقم 5 تعال هنا هيل. اوف اوف اوف، جالس لاحقني. تعال تعال تعال. والله قوي قلبه هذا. افا دمر واحدة من السفن حقنا. يلا عاد. حلو، خلها يهيل هذه الحين. في سفينة هنا لازم نفجرها. هذه 1 2 3 4. بس خل السفن يتهيل، أهم شيء السفن تهيل. مثل ما تشوفون والله انجلت، بس دمرنا بعض من سفنها. أوف 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 أوف. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. خلها تدخل في الرينج حق المدافع. لا 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 لا، ارجع 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 نكبه، ارجع ارجعوا هنا يا اخي. انا اشوف وين معلم واشوف وين يمشون. ما دخلوا في الرينج حق المدافع لسه. ايوه، ليه 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 انسحاب، ليه انسحاب؟ هذه مين هذه؟ وين رايحه؟ تعالي هنا يا اخي، تعالي هنا الله يرحم. شيب اوف ذا لاين وين؟ اهم شيء شيب اوف ذا لاين تهيلت. ايه حلو. هل في سفينة جديدة وصلت؟ لا. هذه شيب اوف ذا لاين، يا هلا ومرحبا. تعالي تعالي. يا سلام، في ثنتين وصلوا. بس ليه ما اشوفهم مع بعض؟ وهذه اوريدي واصلة عندهم. طيب حلو. يعني هذه وهذه رقم 1. 4 شيب اوف ذا لاين، 1 2 3 4 5 6 فريقت. 7 فريقت ولسه قوتي ما تتقارن بقوتها. هذا اللي غابني، لسه 139 وهي 250. الله بالعيال. هذا شكلها بتمتسح، لازم نعزز لها. كفو عليك الذيب، والله كفو عليك. ارجع 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 تعزيز، ارجع ارجع تعزيز، ارجع. ايوه ايوه، هذه هديه جايه. شكرا 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 على الهديه. هذه فريقيت شونر. اهم شيء هذول الثنتين نمسحهم، هذول الثنتين لو مسحتهم يكون شيء جدا جميل. افا لا، your people are rioting. هذا وين هذا؟ is under attack.
شلت علي، شلت علي المدينة الجديدة اللي بنيتها. حان الآن موعد الغضب. هيلو هذا الجزيرة، خلنا نهجم عليها ونرجعها. ودعي. أيوة بعدين لسه في دفاعات هنا، يخرب بيتها. نهيل ونجيك. اي جزيرة بجزيرة. شير انكم. طيب هذا الانفلونس يا جماعة الخير، على طاري الانفلونس وصلنا لهذا ايلاند ورك فورس 50، بمعنى لو جينا لاي جزيره الحين راح نحصل فيها 100 عامل بدون ما ابني ولا بيت فيه. An uprising child has been long overdue. اضبط علاقتها شكلها معي الحين. جالسه تمدحني. لسه ما خلصنا من العجيز، لسه ما خلصنا، لسه ما خلصنا. ارجع ارجع البيس، ارجع البيس. 223. الله بدينا نسحبها، لسه ما خلصنا. هذا كم طار؟ 190 هذا. طيب هذا عجبني بالبيس حقه، الله يجزاه خير. تستاهل 7000 والله، تستاهل القرصان، تستاهل فلوس والله. والله كان الحين مشغول بالحرب. حلو يا سلام. ايش يبى هذا؟ يبى يحتل الجزيرة هنا في العالم. احتل احتل. اوه بعد ما احتله يقول لي مش انت اللي تقول لي وانا احتل. طيب لا تستاذن. الحين الخطة اللي بعدها هي محتلة من اول ولا توها احتلت؟ اذا توها احتلت شيء جميل. توها احتلت. يا سلام. اويل تانكر وكليبر. سجل عندك الجزيرة الثانية، سجل عندك الجزيرة الثانية. يقول لي قبل لا تحتل الجزيرة الثانية تذكر وش الاتفاق بيننا. مش الاتفاق اللي بيني وبينك يا طول العمر؟ لا خلاص صرت حليف معه. يعني المشكلة ما معاه قوة، والله ما معاه شيء. شوف 49 قربت من هذا. شكله بيجي دورك بعدها. بيانن علي الحرب ولا 12000. خذ 12000 بعدين نتفاهم انا وياك. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. يلا باقي اثنين، باقي اثنين ونمسحها من العالم الجديد كامل. او جس سبنا ايش سوي هنا؟ هربت، جت احتلت هنا عليه. تحتلين وانا وراك. يلا يا سفني وراها من هنا بعدين هنا على طول. يلا يا عيال امسحوها من العالم الجديد. استمتعوا بالمنظر يا جماعة الخير.
إلى اللقاء من العالم الجديد كنكور آيلند. يا لب الجزيرة هذه. طيب دخلنا بثمانية الحرب، 3 4 5 6 خسرنا 70. امسك السطر كامل يا حبيبي، امسك السطر كامل ولسه ما خلصنا. والله عندها 1 2 3 4 5 6 7 8 8 هنا وانا ما عندي غير 2. قوتها في العالم القديم. هنا وصلت الانجينير وانا لسه ما وصلته. اشغلتني فلازم الحين بما اني ابتديت الحرب خلاص ما اوقفها، لانها راح ترجع العالم القديم وصبها ردها. يا رجل كيف قوتها 235؟ يعني 235 بس في العالم القديم، 30 بس كانت في العالم الجديد، لانها كانت 260 تقريبا. ايش هذا يا رجال؟ والله ما بقدر، والله ما بقدر. بس ضروري اني ايش انشب لها في العالم الجديد. هذه ما بقدر، هذه ابو مدفع، هذه ما بقدر. هذه حطت مدفع برضه ما بقدر. هذه وهذه، هذه مدفع، وهذه هذه ما حطت فيها مدفع. هذه ممكن. طيب اقتصاديا كيف هي؟ دبلوماتيك انا وياها تقريبا نفس الشيء في الاقتصاد. هل تتوقعون بترجع العالم الجديد هذا؟ طبعا هي بتتعب لان اغلب الشغلات يجيبونها من العالم الجديد. فلذلك هل تتوقعون انها بتحاول ترجع؟ بما ان اغلب الجزر الحين، كل الجزر الحين محتلة، ما عدا يمكن هذه. اي بس هذه مش جزيرة على الفكرة، ولا هذه، يعني في هذه وفي هذه بس. فلذلك ضروري اني اول شيء اسويه ان شاء الله الحلقة الجاية اني امسك هذه وهذه. اعطوني رايكم بالحلقة، ان شاء الله انكم استمتعتوا بالحرب، الحرب الباردة. بس والله اني مستانس اني طلعتها من العالم الجديد، والحين بقدر اركز على الانجينير. بدخل في الانجينير وبطلع المدافع زي حقها هذيلا، وبشوف شغلات المضادة لها، لان المدافع هذه انا بتمسح لي السفن حقي وانا اضحك. فنشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، ان شاء الله انكم استمتعتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.